بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. ثم اما بعد، فاليوم الثلاثاء الموافق 31/8/2020 تم استلام كميه لحوم الاضاحي بمديريه اوقاف قنا وقدرها 4 طن لتوزيعها في الاماكن اشد احتياجا. والحمد لله هذه الدفعه الرابعه، فيكون اجمالي ما تم استلامه بمديريه اوقاف قنا حتى تاريخه 31/8 16 طن لله الحمد. وقد حضر معي في لجنه التوزيع والاشراف على طن الاضاحي الاستاذ صلاح مسؤول التضامن من مديريه التضامن المكلف بكبد السيد الوزير محافظ قنا فليت. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في إطار الاهتمام بالمحافظات الحدودية وفي إطار الدورة المجتمعية لوزارة الأوقاف بقيادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تتسلم مديرية أوقاف أسوان اليوم الدفعة الرابعة 4 طن من لحوم شكوك الأضاحي، ليكون إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف أسوان 16 طن لحوم شكوك الأضاحي على المنصة الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه ومن والاه. الآن تسلم مديرية أوقاف الإضاحية الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي، وحضرها 3 أطنان لحوم. وبذلك يكون قد وصل لأوقاف الإضاحية 19 طن لحوم من صكوك الأضاحي. ومن هذا المنطلق نقول حياك الله معالي وزير الأوقاف، وحيا الله القائمين معه على هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي، وهي 4 أطنان من اللحم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين على هذا المشروع القوم العظيم، برعاية السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفوا بعد. أولا نشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه بوزارة الأوقاف والاهتمامه بصكوك الأضاحي الذي نبعت على يديه. ولقد وصل إلينا اليوم الاثنين الموافق 31/8/2020 إلى مقر محافظة المنيا عدد 4 أطنان، حتى وصل الآن إلى الدفعة، وصلنا إلى الدفعة السادسة الآن، حتى وصل المجموع 24 طنا حتى الآن.